ونقلت فاينانشال تايمز عن ثلاث مصادر وصفتها بالمطلعة استعداد بنك إنجلترا لتمديد برنامج شراء السندات الطارئ لما بعد تاريخ انتهائه المحدد يوم الجمعة المقبل 14 أكتوبر في حال استدعت ظروف السوق تمديد البرنامج. هذا يأتي وسط عملية بيع يقودها المستثمرون على الأصول البريطانية بعد أن أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي انتهاء برنامج شراء السندات خلال الموعد المحدد. وجه رسالة إلى مديري صناديق التقاعد أي ينتهوا من إعادة موازنة مراكزهم الاستثمارية بحلول يوم الجمعة، وهو آخر يوم لعمليات الشراء الطارئة للسندات. ويواجه بنك إنجلترا تحديا صعبا مع مصداقيته على المحك، فمن جهة يؤكد البنك التزامه بتعهده بشأن برنامج شراء السندات باعتباره استجابة مؤقتة للحفاظ على استقرار السوق بعد أزمة خطة الضرائب الحكومية. من جهة أخرى تطالب جمعية معاشات التقاعد والادخار بنك إنجلترا بتمديد برنامج شراء السندات حتى نهاية أكتوبر الجاري أو ما بعد ذلك، حيث سعر المتداولون ومديرو الأصول دعما على المدى الطويل. وفيما يتعامل بنك إنجلترا حاليا مع تداعيات خطة حكومة تراس ووزير خزانتها كواسي كوارتينغ، قد تضطر الحكومة إلى التدخل بنفسها لإنقاذ صناديق التقاعد، ما قد يؤدي إلى زيادة التزامات الدولة وزيادة الضغط على أسعار الفائدة، وفقا للمسؤول السابق بوزارة الخزانة البريطانية نيك ماكفيرسون. وينضم إلي الآن من لندن مارك أوسولد كبير الاقتصاديين والاستراتيجي العالمي لدى ADM Investor Services. مارك، شكرا جزيلا عودتك إلى البرنامج، خاصة في يوم مثل هذا نحاول أن نفهم ما الذي يدور في بال أندرو بيلي الذي تحدث بطريقة أمام أو بالأحرى للعامة، ثم تحدث كان له حديث خاص مع مجموعة أصغر و نقد ما قاله بأنه في فترة محددة أنه يوم الجمعة سينتهي موعد التيسير الذي يقوم به بنك إنجلترا. هذا التناقض بين ما يقوم به بنك إنجلترا والحكومة، هل هو الذي أوصل الطرفين لخسارة ماء الوجه؟ نعم بكل تأكيد. ففي بداية ليس في حالة هذه الحكومة فقط، وإنما في ذلك الوقت ميرفين كينغ في السابق عندما كان حاكما للبنك هو قال أنه كان يشعر أنه خلال الأزمة المالية العالمية رؤساء البنوك الكبيرة ووزير المالية لهم سلطة أكبر من بنك إنجلترا، وإذا سرنا في هذا المسار وهو السياسة المالية المتساهلة ومن جهة أخرى تشديد السياسة النقدية، هذا الأمر بحاجة إلى تنسيق في الإجراءات. وحاليا هناك مشاكل في التواصل لدى الحكومة وتحديدا وزير المالية وبنك إنجلترا، وما يحاول فعله لمحاربة النيران في سوق السندات. هذا التواصل سيء بصراحة. مارك، مدراء الصناديق يطالبون أندرو بيلي أن يبقي عملية التيسير ودعم الجيلتس اللونج تيرم جيلتس إلى لأجل أطول، طول ما هن محتاجين، إلى أي مدى يستطيع أن يستمر بهذه السياسة؟ وهو يبدو بأنه هو متردد، لأنه لمجرد أنه قوله يوم أمس بأنه سيتم سحب هذه الميكانيزم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بفرجتنا بالفعل أنه هو متردد باستخدامها. هو متردد في استعمالها لسببين. السبب الأول هو أنه لديه آلية الريبو التي سيستعملها في نهاية الأسبوع لتحل مكان التدخل والشراء في سوق السندات المفتوحة، وبصراحة ومن حيث الأحجام هي أقل بكثير مما كان متوقعا، وهذا بدوره ينقلنا إلى العنصر الثاني، ألا وهو أن صناديق التقاعد في حالة فوضى كبيرة، فالمشتقات والتغطية للمشتقات في الاستثمارات لديهم باهظة التكلفة بشكل كبير،
وهي لديها مارجن كولز على الضمانات، ومن جهة هي لا تريد أن تبيع السندات الحكومية وتضطر إلى شرائها بسعر أعلى في تاريخ لاحق، ومن جهة أخرى هي بحاجة إلى حل مشكلة الملاءة التي لديها، وهذه مشكلة ليس من السهل حلها بصراحة، ولا أجد مخرجا سهلا لا لبنك إنجلترا الذي يريد أن يبيع السندات الحكومية كجزء من التشديد الكمي، أو بالنسبة للصناديق صناديق التقاعد من جهة أخرى التي تواجه وبصورة أساسية تجد أن كل افتراضاتها للعوائد على السندات بعيدة المدى، هذه الافتراضات ذهبت أدراج الرياح، وبالتالي هناك محاولة لأن تقيس ما الذي يجب عليها فعله لدعم موازناتها وتحسين ملاءتها المالية، وهذه مهمة صعبة للغاية بصراحة. ريس موغ وزير الأعمال في بريطانيا تحدث وقال قبل قليل بأنه ليس هناك أزمة سيستميك ريسك في الاقتصاد البريطاني. أنا أختلف مع هذا الكلام بصراحة. ببساطة في نهاية المطاف هناك من يجب أن يحل أزمة صناديق التقاعد. في البداية ستكون هناك إجراءات لإطفاء الحرائق، ولكن لابد من التوصل إلى حلول طويلة الأجل، ومن الواضح أن النموذج بأكمله الاستثمار المبني على الالتزامات، هذا النموذج مهدد للخطر ولا بد من إدخال تعديلات عليه، ومن المهم في هذه المرحلة وضمن هذه العملية التي خرجت عن مسارها من المهم عدم التسرع وإطلاق آلية جديدة، وإنما الدخول في عملية تشاور من أجل تحديد حل أفضل يمكن تطبيقه. لكن بالتأكيد أختلف مع هذا الكلام، نحن أمام تهديد للنظام بأكمله، وربما الخطر الأكبر هنا هو أنه في النقاشات الإعلامية الدائرة بخصوص أزمة صناديق التقاعد هناك عدم انتباه إلى أن هذا الأمر ينطبق على إجراءات محددة وتحديدا المنافع من صناديق التقاعد، لكن معظم الناس يعملون بطريقة مختلفة، والخطر الحقيقي هو أنه إذا شعر الناس عامة الناس أن صناديق التقاعد معرضة لتهديد كبير، هذا يعني أن الناس سيندفعون إلى سحب أموالهم، وسنكون أمام خطر أكبر يتهدد النظام عندها. مارك شكرا جزيلا حضورك معي اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.